في هذه القاعة كل الصور التي تؤرخ للملوك العلويين، مولاي علي الشريف، مولاي محمد بن الشريف، مولاي محمد بن الشريف، مولاي رشيد ابن الشريف أيضا، المولاي إسماعيل. هذه طبعا صور مستوحاة من خيال الرسامين آنذاك، ليست صور حقيقية، لأن في عهد هؤلاء الملوك لم تكن هناك آلات فوتوغرافية أيضا. صور أحمد بن إسماعيل الذهبي، صور مولى عبد الملك بن إسماعيل، وأيضا هذه الصور كلها تؤرخ للملوك العلويين على التوالي. طبعا هذا المنظر رائع، رائع جدا، وغرفة تستحق أن يزورها كل مغاربة يعرفوا تاريخ بلدهم. أكيد هذه صور لأعضاء المقاومة وأعضاء جيش التحرير، وكلهم منتمين لعمالة وجدة أنقاد كما يوضح هنا. طبعا هاد المقاومين، كل أعضاء من المقاومة ينتمون لعمالة وجدة أنقاد والنواحي. صراحة فهم كثر، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. إذا كنتمناو من العائلات يجيبوا الوليدات ديالهم ويشوفوا التاريخ ديال بلادهم ويعرفوا على أن المغرب عظيم، حكمه ملوك عظام. هنا أقول كم أنت عظيم أيها المغرب. هذا الجناح خصص للذاكرة المغربية الجزائرية، وهنا أضع 100 سطر على هذه العبارة وعلى هذا الجناح الذي يبين على أن دائما الروابط كانت مشتركة، وأن الكفاح المسلح ضد المستعمر لم يقتصر على بلد لوحده، ولكن كان هناك دائما تعاون وتآخي. لكن مع كامل الأسف نرى يعني الجحود والنكران. هنا الصورة واضحة لابن بلة الزعيم الراحل الجزائري مع المغفور له الحسن الثاني. هذه الصورة يعني لها أكثر من دلالة. يعني العديد من الصور وواضح صاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني يستقبل بالرباط بن يوسف بن خدة وهو رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة سنة 1962. يعني صراحة مشاهد رائعة وصور للذاكرة، طبعا الذاكرة الحية لكل الغيورين على الأطروحة التي كانت دائما تروج لمغرب عربي كبير. لكن مع كامل الأسف تصطدم هذه الأطروحة أمام جحود الجزائريين مع كامل الأسف. والصور خير دلالة وخير توضيح، كما نرى دائما المصير كان مشتركا. الصور تعبر عن نفسها، ويقف المرء مشدوها أمام ما يقع الآن وما يروج له الآن.
صراحة هذه الصورة لن أعلق عليها بقدر ما أضعها وأكبرها عبر الشاشة ليعلم الجميع أن كان دائما المصير واحد والهدف واحد والهم واحد. صراحة صور معبرة. مارس 1963 صاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني والرئيس الجزائري أحمد بن بلة بمناسبة زيارة للجزائر، أي يعني الحسن الثاني كان يزور الجزائر. وهذه الصور يعني لها أكثر من دلالة مع كامل الأسف. صراحة هناك تغيير وتحريف للذاكرة، هذه الذاكرة الرائعة. هنا الرئيس الهواري بومدين وابن بلة يتوسطهما المغفور له بإذن الله الحسن الثاني. يعني من يريد معرفة الحقيقة فليزور هذا المتحف بمدينة وجدة، متحف الذاكرة للمقاومة وجيش التحرير. ليس هذا المعرض حكرا على البطولات المغربية، ولكن أبى المغاربة إلا أن لا يحرفوا التاريخ وأن يضعوه في موقعه الصحيح. وهذه الصور يعني لها خير دلالة وتعبر مدى الإخاء والحب والتقدير الذي كان بين هؤلاء القادة، لكن مع كامل الأسف ما نراه الآن يعني لا يمت إلى الأخلاق والمواثيق والعهود والحقيقة.